السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفو فيه لا برودكسيون إكريت، وغنشوفو بالضبط ديكخيغ سون كوليج. ديكخيغ دونك هو الوصف، دونك غنشوفو كيفاش غادي توصف الكوليج ديالك. دونك ما تنساش كيما قلت لك ديكخيغ هي الوصف. دونك ديجا شفنا قرينا تيكست على لا بريزونطاسيون تخدم ديال الكوليج، دابا غادي نشوفو كيفاش غتوصل توصف لو كوليج ديالك باستعمال لي لوكاليزاتور. دونك شفنا لي لوكاليزاتور هما دوك لي مويان اللي كتحدد بهم الاماكن بحال امامه قربه داخله في اتترا، وتستعمل لي مويان دو لا كاركتيريزاسيون. لي مويان دو لا كاركتيريزاسيون باختصار هما دوك لي مويان اللي كنستعمل باش كنوصف، فاش بحال لي زادجيكتيف كنقول ان غران كوليج، كوليج كبير، هذاك كبير راه مويان دو كاركتيريزاسيون، يعني فاش كتوصف دوك الامور ودوك العباد اللي كتستعملهم باش كتوصف. نبداو بواحد النص ديال الانطلاق. صحيح، دونك عندنا هنايا واحد ليليف، واحد التلميذ كي بريزونت سون كوليج، اللي كيقدم لو كوليج. دونك هاد التلميذة هي ليا. صحيح، دونك ليا هنايا غتقدم الكوليج ديالها. نقراو التكست. شير زامي، مون كوليج سابيل مونج. الكوليج ديالي سميتو مونج. دونك نتوما انطلاقا من هاد التكست، قبل ما نكتبو حنا التكست ديالنا، من هنايا غتاخذ بزاف ديال العبارات والكلمات اللي غتستعملهم في التكست ديالك. انت دونك هي الكوليج ديال سميتو مونج، انت كتب الاسم ديال الكوليج ديالك. اي سو تروف ان نونت، وكيتواجد في نونت. نونت واحد المدينه فرنسيه. انت بدل هنايا نونت بكازا، فاس، مراكش، اتسيتيرا. اون غروند فيل، مدينه كبيره. اونيفرسيتير جامعيه سيتوي، تقع تجد دون لو نور ويست دو لا فرانس، في الشمال الغربي دو فرنسا. C'est un collège mixte. هذا كوليج ميكست، يعني فيه الدراري والبنات. اي إليا بوكو دليف، كاين بزاف ديال التلاميذ. أبو بخي 500، تقريبا 500. إلي بلوتو غران، كوليج كبير. إي تخي بيان إكيبي، إكيبي مجهز، مجهز مزيان. إليا بوكو دو سال دو كلاس، دونك هادو اللي بالخضر هما الأماكن اللي كاينة في الكوليج. إليا بوكو دو سال دو كلاس، كاين قاعات ديال الدرس، اي دي لابوغاتوار، مختبرات. إليا دي سال سبيسيال، قاعات خاصة ولا مختصة بوغ لي كور دو تكنولوجي، الدروس ديال التكنولوجيا. دي بيغو، مكاتب، مكتب الحارس العام مثلا. اي اون سال دو بروف، قاعة الأساتذة. نو زافون اوسي اون غروند كونتين، كونتين هو مطعم كيما عندنا في الصورة. كي سير دو لا تري بون نوريتور، اللي كيقدم الماكلة زوينة. Nourriture, il y a une macla. Comme équipement sportif, il y a un gymnase tout neuf. Il y a un gymnase jdid, gymnase ni makan fesh ki marsol gym base, donc gymnastique. De terrain de sport et beaucoup de terrain de sport qui est le malheur riadia. Malheureusement, l'île SF, il n'y a pas de piscine. مساكن ما عندهمش لا بيسين. قالك انا للاسف ما كاينش لا بيسين، يعني مولفين راه عندهم في لي كوليج لي بيسين، حنا ما عندناش حتى الطاويات مقادين. الوغ نو زافون دو لا شونس، حنا محظوظين. باسكو نو زافون اوسي ان غران تياتر، عندنا الزهر الحظ. باسكو نو زافون اوسي ان غران تياتر، حيت عندنا ايضا واحد المسرح كبير. التياتر هو المسرح. او اون اورغانيز، اللي كنقدموا فيه دي سبيكتاكل، عروض. Au cours de l'année, telat sana, dans mon collège, il y a une très bonne ambiance. Le collège diana kayen wahed l'ambiance wa'a, l'ambiance ra'a'. Alors, les questions rapidement, hez machi hada wel hadaf diana, el hadaf diana huwa kifash nkesbou le texte. Quel est le type de ce document? Nou3 dial had le document, c'est une lettre. Qui l'a écrit? Kima chfna loula, fi loul, Leia. Pour quelle raison? Alash? Pour décrire son collège. Aya, pour décrire ou la présenter son collège. Aya, il présente. Donc, Léa présente son collège. À qui est-il adressé? Le même mouge. Aya, à des élèves. Aya, mouge, d'autres élèves. C'est l'ami Akharin. Fouah le blog. L'équipe, fouah le blog. Internet, smithou. Vive notre collège. Coche la bonne case. Léa porte un jugement. Jugement ou un hukm. Léa, kadir wahed hukm. Valorisons ou bien dévalorisons. Wesh hukm. Valorisons. Ijabi ou la silbi ala collège dila. Katkalam tariqa ijabi ou la silbi. Donc la réponse est valorisons. Katkalam tariqa ijabi. Katkalam ala tariqa mziana. Soulignons le texte les moyens de caractérisation utilisés.
لي موان دو كاركتيريزي كوم دو كاركتيريزاسيون اللي استعملات باش تقولنا بانه كوليج مزيان. دونك قالت لنا بعدا اون تري بون امبيونس، هيا تري بون امبيونس ساي. و استعملات دوطخ موان دو كاركتيريزاسيون. دونك لي موان دو كاركتيريزاسيون كيما ديجا شفنا هما دوك لي ادجيكتيف. دونك الا ما كانش عندها علاقه بالسؤال باغ اكزومبل ميكس راه ادجيكتيف راه سي موان دو كاركتيريزاسيون. Ça y est, donc mixte, pardon. حيد هذا اللون هذا حيت داك اللون الاخضر خاصنا نخليوه لحاجه اخرى. دونك عندنا ميكست دونك راه حتى هو سي موان دو كاركتيريزاسيون. عندنا با اكزومبل غران سي موان دو كاركتيريزاسيون. عندنا ايكيبي سي موان دو كاركتيريزاسيون. هادو كامل اللي درتهم بالزرق هما دي ادجيكتيف. عندنا سال دو كلاس، هاد دو كلاس كومبليمون دو نون اتسيتيرا. دونك رجع للقناه وقلب على الدرس ديال لي كاركتيريزاسيون غادي تفهم هاد الدروس هادو مزيان. الو سيس كومبليت لو طابلو سويفون، كمل هاد الطابلو. نون دو كوليج مونج، كوليج سميتو مونج. سيتواسيون جيوغرافيك، الموقع الجغرافي ديالو انونت مدينة نانت، une grande ville située dans le nord-ouest de la France. هذا هو الموقع الجغرافي ديال الكوليج. sa nature mixte، طبيعة ديال هذا الكوليج ميكست يعني مختلط فيه الدراري والبنات. sa capacité d'accueil، القدرة الاستيعابية ديالو يعني شحال فيه تلميذ. دونك في التكست كاين ابوبخي تقريبا حوالي 500 إليف، 500 تلميذ. ce qu'on y trouve، شنو كنلقاو في هذا الكوليج؟ ce qui manque، شنو ناقص؟ دونك بالخضر دير الامور اللي كاينه في الكوليج، هاد لي سال دو كلاس، لابوراتوار، تيران دو سبور ايتترا. وبصفر الامور اللي ما كايناش، دونك اي نيا با دو بيسين، ما كاينش لا بيسين. دونك هادو بالخضر غتجي تكتبهم هنايا سو كون يتروف، وهاديك اي نيا با دو بيسين غديرها هنايا سو كي مونك، الامور اللي ناقصه. ابريسياسيون جينيرال، الانطباع العام على هاد الكوليج، قالنا الي اون تري بون امبيونس، كاين اجواء رائعه. لو بلو بيل اوندوا، اجمل مكان في هذا الكوليج بالنسبه لهاد التلميذه ليا هو لو تياتر، حيت كلمتنا على لو تياتر بطريقه ايجابيه. دابا شنو مطلوب منك نتايا؟ قال لك غير دي جون لاتر، كتب واحد الرساله او تو ديكري طون كوليج، اللي غتوصف فيها الكوليج ديالك. سوي لو شيما دو تيكست دو ليا، تبع نفس الشيما الطريقه اللي درت ليا. يوتيليز لي مويان دو لا كاركتيريزاسيون، استعمل ديك لي ادجيكتيف ديال غران جولي بون بون، وديك سال دو بروف، ديك دو بروف سال داكتيفيتي داكتيفيتي، انسي كو لي لوكاليزاتور، هادوك العباس باش كنحددو الاماكن. في البرومي باراغراف قالك الباراغراف الاولى غادير لو نون دو كوليج، اسم الكوليج، سيتواسيون جيوغرافيك الموقع الجغرافي ديالو، سا ناتور غتقول ميكست الدراري والبنات، سا كاباسيتي داكوي شحال كاين فيه تلميذ. الباراغراف الثانية دوزيام باراغراف ce qui est disponible شنو كنلقاو في هذا الكوليج، تقول لي دي سال دو كلاس، دي تيران دو سبور، اون بيبليوتيك مكتبه، اون سال دافورماتيك قاعه لانفورماتيك، لا كور ساحه ايتترا. اس كي مانك شنو ناقص، شنو ما كاينش. ترويزيام باراغراف ابريسياسيون جينيرال، الانطباع العام يعني واش كيعجبك هذا الكوليج، واش الاجواء فيه رائعه او لا. دابا ندوزو نشوفو كيفاش غندير نكتب هاد. تبع معايا مزيان المراحل وكيفاش غادي نكتب هاد لو تيكست، هاد الرساله اللي غتكلم فيها على طون كوليج، الكوليج ديالك. الوغ دونك غتبدا ديما بلا فورمول دابيل او بيان لا فورمول دو كونتاكت، اما سالو ولا بونجور ديما. دونك قلنا الباراغراف الاولى نقدم فيها لا سيتواسيون جيوغرافيك، الموقع الجغرافي والاسم ديال الكوليج. دونك غنقول جو مابيل ياسين، ما فيها باس نقول السميه ديالي عادي. جو سويز ان اليف اون تخوازيام اني كوليجيال مون كوليج. وغنبدا دابا، انت ما بغيتيش تبدا بهذا التخربيق هذا، ممكن تبدا بمون كوليج نيشان. الوغ مون كوليج سابيل، يلا كتب الاسم ديال الكوليج ديالك. اي ايل سو تروف ا، يوجد في، وكتب المدينه ولا الفيلاج الدوار ديالك. وهذيك المدينه اللي كتبتي قول اون بوتيت فيل، الى مدينه صغيره، ولا اون غروند فيل، مدينه كبيره، اختار واحد فهادو. كان فيلاج دوار غتكتب هنايا village، un grand village، un petit village، dans le nord-ouest، إما في الشمال الغربي، ولا تقول في le nord par exemple، هنا ماشي لا، le nord في الشمال، le sud الجنوب، ou bien l'est الشرق، وإلا كان في الغرب l'ouest du Maroc. دونك اختار
واحد جواب واحد صايي. دونك من بعد ما عطيتي الاسم ديال الكوليج والموقع الجغرافي ديال المدينه وقلتي واش في الشمال الجنوب ولا الغرب ولا الشرق ديال المغرب، ندوزو دابا نتكلموا على اشنو كنلقاو في هذا الكوليج. تقول سي ان كوليج غران، كوليج كبير، كان صغير قول ميك بوتي صافي، اي ميكست مختلط فيه الدراري والبنات. اي اليا، شوف معايا سطر لكم على العبارات اللي غتستعملهم بزاف وغيعاونوك. اليا بوكو ديليف، كاين بزاف ديال التلاميذ. ابو بري تقريبا 1000، وانت دير تقريبا عدد التلاميذ اللي كاين في الكوليج ديالك. اليا يوجد بوكو دو سال دو كلاس، كاين بزاف ديال القاعات ديال الدرس، اي دي لابوغاتوار ومختبرات. اليا دي سال سبيسيال، كاين قاعات مختصة بوغ لي كور دو فيزيك، الدروس ديال الفيزيك، كاين دوك القاعات ديال الفيزيك. اي دي سيونس دو لا في دو لا تيغ، وعلوم الحياة والأرض اس في تي. دي بيغو، كاين مكاتب، مكتب ديال الحارس العام، الكاتبة ديال المدير. اي اون سال دو بروف، قاعات ديال الأساتذة. كوم ايكيبمون سبورتيف، كتجهيزات رياضية. إليا بليزيوغ تيغان دو سبور، كاين عدة، إليا بليزيوغ هي يوجد العديد، عدة تيغان دو سبور. شكون هما دي تيغان دو سبور؟ ان تيغان دو فوتبول، تيران ديال الكرة، ان دو فوليبول، واحد ديال الفوليبول كرة الطائرة، اي ان نوتخ، واحد اخر دو باسكيت بول، واحد ديال الباسكيت. إليا ايغالمون، يوجد ايضا اون بيست، واحد لا بيستا بوغ لا كورس، اللي كنديرو فيها لا كورس، ديك لا كورس فيتاز اتسترا. مالوغوزمون هنا دابا عندي اشنو ما كاينش في الكوليج، مالوغوزمون il n'y a pas de bibliothèque، هنا قلت للاسف ما كايناش مكتبه. Nous avons de la chance، عندنا الحظ، parce que nous avons aussi une grande salle، عندنا واحد القاعة كبيرة d'activité، الأنشطة، où on organise، اللي كننظموا فيها دي سبيكتاكل، عروض au cours de l'année، طيلة السنة. دونك في هذا الباراغراف الثانية كما طلب مني تكلمت اشنو كاين وشنو ناقص. هنا قلت مالوغوزمون il n'y a pas de bibliothèque، انت اللي ما كايناش par exemple عندكم لا بيبليوتيك وما كايناش القاعه ديال الاعلاميه، تقول ان يا با دو سال دانفورماتيك. ولا لا تخنساليوها بلومبيونس اللي قال لك كاين داك الانطباع العام ديالك، كتقول دو مون كوليج il y a une très bonne ambiance، كاين امبيونس رائع. ودي ما غتسالي لا لتر ديالك بلا فورمول دو كونجي اللي هي ا بلوس ا بيانتو او ريفوار، ايفيدامون لا سيناتور، تكتب الاسم ديالك انت اللي مضيتي هاد الرسالة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.